بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 200 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولكل من شريكي مفاوضة وعنان أن يبضع. يعني شرع الآن في بيان الصلاحيات إن صح التعبير التي يتمتع بها الشركاء في شركتي المفاوضة والعنان، فقال: ولكل من شريكي مفاوضة وعنان أن يبضع، أي يعطي مال الشركة لمن يتجر فيه بغير شيء. هذا هو الإبضاع. الإبضاع: أنا عندي بضاعة ما، أعطيك هذه البضاعة وأقول لك ممكن أن تبيع لي هذه البضاعة، ولكن دون أجر. يعني هكذا تشتغل معي أنت خدمة لله دون أن تأخذ مني أجر، هذا يسمى إبضاع، يسمى إبضاعا. قال: لأن لكل أن يستعمل من يتجر. إذن هنا قوله بغير شيء يعني من غير أجر، لأن لكل أن يستعمل من يتجر من مال الشركة بأجر، فبغير شيء أولى أن أستطيع أن أستخدم أن أستأجر إنسانا ليبيع معي. أنا شريكك، أنا وأنت شركاء، أنا أملك أن أستأجر شخصا ليتاجر معي، ليعمل معي بالتجارة وتكون أجرته على الشركة، فمن باب أولى أن أستخدم شخصا دون أجر. قال: وأن يودع. كذلك لكل واحد من الشريكين له يملك أن يجعل أن يودع بضاعته عند زيد من الناس، أو أن يودع رأس مال، بعض المال من ماله، أن يجعله أمانة كذلك أو وديعة عند شخص، أن يدفع مال الشركة وديعة، لأن للشريك أن يدفع مال الشركة لمن يحفظه بأجر، فلا أن يدفعه لمن يحفظه بلا أجر وهو المودع أولى. وأن يضارب، أن يدفع المال لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح. وسيأتي معنا بحث خاص في المضاربة. قال: أن يدفع المال لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح، لأن المضارب يصير بالدفع إليه مودعا. طبعا كما سيأتي معنا أن المضارب لما يقبض رأس المال يقبضه أمانة، يقبضه على سبيل الأمانة. قال: لأن المضارب يصير بالدفع إليه مودعا وبالتصرف في المال وكيلا وبالربح أجيرا. إذن المضارب له 3 أوجه: في وجه يكون فيه مودعا فلا يضمن إذا هلك المال بيده، وفي وجه يكون وكيلا حيث يبيع ويشتري في هذا المال الذي هو في يده، ومن وجه كذلك يكون أجيرا حيث يقتسم الربح مع صاحب المال. قال: هذا وللشريك أن يفعل في مال الشركة هذه الأشياء على الانفراد. هذه الأشياء يعني الإيداع والإبضاع والمضاربة على الانفراد، فكذا على الاجتماع. يعني كل يستطيع أن يفعلها الواحد شريك واحد، ويستطيع أن يفعلها الشريكان، كل من الشريكين يفعل هذا الأمر، يفعله لوحده أو يفعله كذلك مع
شريكه، يعني أنا آتي أنا وشريكي ونوضع أتفق أنا وياه أنا وهو على وضع هذا المال من الشركة أمانة عند زيد، أتفق أنا وهو أن نعطي هذا المال مضاربة لزيد إلى غير ذلك. إذا وللشريك أن يفعل في هذا المال في مال الشركة هذه الأشياء على الانفراد فكذا على الاجتماع. قال وهذا رواية الأصل وهو الأصح. قال وأن يوكل من يتصرف في مال الشركة بالبيع والشراء، وأن يوكل من يتصرف في مال الشركة بالبيع والشراء، لأن ذلك من عادة التجار والشركة منعقدة وهذا استحسان. يعني مثلا أنا وأنت شركاء والبضاعة الآن بين يدي، طرأ علي أمر فغادرت المكان الذي فيه البضاعة فأتيت بإنسان ووكلته أن يدير هذا الدكان الذي هو للشركة أن يديره بينما أرجع، بينما أرجع أنا الشريك أملك ذلك، أملك ذلك. قال وأن يوكل من يتصرف في مال الشركة بالبيع والشراء لأن ذلك من عادة التجار والشركة منعقدة وهذا استحسان. قال وفي القياس ليس له ذلك لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه. القياس أنه ليس لي أنا أن أوكل لأنني أنا وكيل شريكي، كما قلنا شركة العنان تنعقد على الوكالة وشركة المفاوضة تنعقد على الوكالة والكفالة، فأنا كوكيل ليس لي أن أوكل غيري. قال لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه وليس للوكيل أن يوكل غيرهم، لأن الموكل إنما رضي رأيه، الموكل رضي رأي الوكيل فقط ولم يرضى رأي غيره دون رأي غيره. قال والمال في كل من شركة المفاوضة والعنان في يده، أي يد كل من الشريكين أمانة. إيش يعني أمانة أحبابنا؟ يعني يهلك بدون عوض، يهلك إن هلك بدون تعد يهلك بدون عوض. قال لأنه قبضه بإذن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة، لا على وجه المبادلة والوثيقة. أنا لما قبضت المال من شريكي لم أقبضه على أن أعطيه بشرط أن أعطيه بدلا، فإذا هلك المال يستحق البدل، لا. وكذلك ليس على لا على وجه المبادلة والوثيقة الضمان أن هلك المال أنا أضمنه لك، لا، وإنما كان القبض لا على وجه المبادلة ولا على وجه الوثيقة، وإنما كان على وجه الأمانة، فكان كالوديعة، فأعطي حكم الوديعة. قال فكان كالوديعة حتى لا يضمنه إلا بالتعدي، كما هو الحكم في الوديعة، حتى لا يضمنه إلا بالتعدي وبيع المال وضيعة وإن شرط الفضل في الربح، وبيع المال وضيعة وإن شرط الفضل في الربح، لقول علي كرم الله وجهه الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين، والوضيعة على قدر المالين. الله. الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين، يعني كما سيأتي معنا أظن أو لن يأتي، انتهى بحث الشركة العنان الآن. عندما يكون أنا وأنت الآن تصح شركة العنان إذا تساوى مع التفاضل في رأس المال، مع التفاضل في رأس المال والتساوي في الربح، والتساوي في الربح، إذا تفاضل رأس المال وتساويا في الربح تصح الشركة،
تصح الشركة. طيب الآن إن شرطا كان المال متفاضلا، كان المال متفاضلا، أنا مثلا معي 500 وأنت معك 1500، فكان المال متفاضلا، واشترطنا التساوي في الربح، يعني أنا أخذ 50% من الأرباح وأنت 50% من الأرباح، واتفقنا كذلك على أن الخسارة تكون بالنصف، تكون الخسارة كذلك بالنصف، ماذا الحكم؟ يقول الشيخ الآن، قال الربح على ما شرط، الربح على ما شرط، ولكن الوضيعة الخسارة ليس على ما شرط، وإنما تكون على رأس المال، تكون بمقدار رأس المال، يعني أنا معي 500 وأنت معك 1500، نعم، يعني صارت الآن الشركة تكون الخسارة أنا أحمل ربع الخسارة، أنا 500 وأنت معك 1000 وأنت معك 1000، نعم، فأنا أخسر ثلث الخسارة وأنت تحمل الثلثين، الخسارة تكون على مقدار رأس المال وليس على مقدار المتفق عليه. الله. قال بقي مسألة الشيخ لم يذكرها فيما أذكر في شركة العنان، في شركة العنان، وهو أنه لا تصح شركة العنان إذا اتفق الشريكان على دراهم، على مقدار مسمى من الربح، يعني مثلا أنا وأنت شركتنا من 2000 درهم، فاتفقت أنا وأنت اتفقنا على أن آخذ من الأرباح 500 درهم، وبعد ذلك نتقاسم الباقي، ما الحكم؟ لا يصح، لا يجوز هذا، هذا الشرط فاسد، هذا الشرط غير مقبول، غير لا يصح، بل يكون الربح عندها على قدر رأس المال، لا يصح هذا، أو لا، الشركة كلها لا تصح لأنها قرنت بشرط فاسد. إذن لا تصح الشركة إذا شرط الشريكان لأحد الشريكين مقدارا مسمى من المال، لأنه ربما لا يخرج إلا هذا المسمى، وبالتالي لا تصح هذه الشركة. شركة الأعمال، تكلمنا في الدرس السابق أن الشركة تكون شركة، أن الشركة تكون شركة ملك وشركة مال، نعم، وشركة المال، الشركة قلنا تكون شركة عين وشركة مال، وتنقسم الشركة، شركة المال تنقسم الشركة، سبحان الله فاتنا الكلام، الله، ماذا قال الشيخ؟ قلنا شركة عقد وشركة عين، الشركة تنقسم إلى شركة عقد وشركة عين، شركة العين قلنا تكون جبرية وتكون اختيارية، وشركة العقد تنقسم إلى نوعين، شركة أموال وشركة أعمال، نعم، شركة أموال وشركة أعمال، شركة الأموال تنقسم إلى مفاوضة وإلى عنان وإلى شركة وجوه وشركة عروض، شركة عروض، فبعد ذلك تأتي شركة الأعمال وتنقسم إلى نوعين، شركة الأعمال،
شركة جائزة وهي شركة الصنائع، شركة الصنائع، وشركة غير جائزة وهي الشركة في الأرباح، في المباحات، في المباحات. فالشيخ لم ينظم هذا التنظيم الذي نظمه غيره، لأنه سيأتي سيتحدث بعد ذلك على شركة الوجوه، وإلا شركة الوجوه ينبغي أن تذكر بعد شركة العنان، لأنها من شركة الأموال، لأنها من شركة الأموال. على كل، قال: والوجه الثالث من أوجه الشركة شركة الصنائع، وتسمى شركة التقبل. شركة التقبل تسمى شركة التقبل مأخوذة من قبول كل من الشريكين، من قبول كل واحد من الشريكين العمل، أن يتقبل العمل وأن يعني يلقيه على صاحبه إن صح التعبير. أنا أتقبل العمل وألزمك به، فتصير أنت ملزمان به. شركة التقبل، نعم، شركة الصنائع. قال: وتسمى شركة التقبل وشركة الأعمال، وهي أن يشترك صانعان متفق الصنعة كخياطين أو مختلفاها، كل إنسان يشتغل صنعة تخالف صنعة الآخر، نحو خياط وصباغ، أو خياط ونجار، صباغ وحداد، إلى آخره، مختلفي الصنعة، ويتقبل العمل بأجر بينهما، يتقاسما الأكساب بينهما، أنا خياط وأنت حداد، تعال أنا وأنت نتشارك، نفعل شريكي، أنا أتقبل الأعمال. يعني قد يأتي إنسان، أنا نجار أو خياط، قد يأتي إنسان يريد أن يفعل باب من حديد، فأنا أخذ منه المقاسات وأعطيك إياها، وأنت كذلك قد يأتي إنسان يريد أن يفعل أشياء في ثوبه، تأخذها أنت وتعطيني إياها، وبعد ذلك في آخر اليوم، في آخر الشهر، نتقاسم هذا الربح. ما الحكم؟ يجوز هذا؟ هذا تسمى شركة الصنائع. قال: وهي أن يشترك صانعان متفقا الصنعة كخياطين أو مختلفاها، نحو خياط وصباغ، ويتقبل العمل بأجر بينهما، ما الحكم؟ صحت هذه الشركة إن شرطا المساواة في العمل، إن شرطا المساواة في العمل وفي المال المستفاد منه، إن شرطا المساواة في العمل وفي المال المستفاد منه وهو الأجرة، فتكون الشركة صحيحة ويكون الأمر على ما اتفقا. المساواة في العمل يعني أنا أشتغل 6 ساعات وأنت تشتغل 6 ساعات، نعم، وفي المال المستفاد وهو الأجرة مناصفة بيني وبينك، المساواة. قال: وإن شرط العمل نصفين، وإن شرطا العمل نصفين والمال المستفاد منه أثلاثا، أيوة، لا هذا خطأ، هذا هذه إن وصلية، ينبغي أن تكون هذه، عندي العبارة هذه من أول السطر وهذا خطأ، ينبغي أن تكون تتمة السطر السابق، تتمة الكلام السابق، هذه إن وصلية. وإن شرط العمل نصفين والمال المستفاد أثلاثا كذلك تصح الشركة. إذا نعيد العبارة أو نقرأ المتن لوحده. قال: وشركة الصنائع والتقبل، وهي أن يشترك صانعان
كخياطين أو خياط وصباغ ويتقبل العمل بأجر بينهما صحت، وإن شرط العمل نصفين والمال أثلاثا. هكذا العبارة تصير. فإذا هذه الجملة هنا إن هذه وسطية، يعني صحة الشركة وإن شرطا العمل نصفين نصفين والمال المستفاد منه أثلاثا. لماذا تصح؟ قال لجواز أن يكون قيمة عمل أحدهما أكثر، لجواز أن يكون كما في الحداد مثلا، في الحداد يعني عمله أثقل وأشد من عمل الخياط مثلا، لجواز أن يكون قيمة عمل أحدهما أكثر. قال وهذا استحسان، وهذا استحسان يعني أن قسم أن يكون أن يشترط العمل نصفين وأن تكون الأرباح متفاوتة، هذا استحسان، لأن ما يأخذه كل من الشريكين ليس بربح، ليس ربحا، ليس أن الربح أحبابنا كما تعلمون إنما يكون عند اتحاد الجنس، عندما الربح يكون عند اتحاد الجنس. وهنا رأس المال، رأس المال في هذه الشركة عمل، رأس المال في هذه الشركة عمل، والربح المال الموجود مال، الربح الأجرة مال، فلم يكن بينهما تجانس، فلم يكن بينهما تجانس، فلا يسمى هذا المال الحاصل لا يسمى ربحا، لا يسمى ربحا. قال وهذا استحسان. والقياس ألا يجوز، والقياس ألا يجوز التفاضل، وهو قول زفر، لأن الضمان بقدر العمل، الضمان بقدر العمل، فالزيادة عليه، فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن، لأن الضمان بقدر العمل، فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن. معنى هذا الكلام أحبابنا أن الضمان، أن الضمان في كل واحد من هذين الشريكين بقدر عمله، بقدر عمله، وعمله إنما هو في النصف، ما اتفقا العمل مناصفتان، فعمله هو في النصف، فالزيادة على عمله، فالزيادة على عمله في النصف، في النصف لما يأخذ هو زيادة على العمل يكون في ذلك ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن، هو ضمن النصف، ضمن النصف، فإذا أخذ زيادة يكون ربح ما لم يضمن، فلا يجوز هذا العقد، هذا في القياس. ليه؟ لأنه جر إلى ربح ما لم يضمن. الأصل أن الأرباح تكون مقابلة بالضمان، هذا الأصل، وإنما جاز التفاوض في شركة العنان بالأرباح. ليه؟ لأنه قد يعمل أحدهما، أحد الشريكين، والآخر لا يعمل، فلا بد أن يعطى من الربح مقدارا زائدا على مقدار صاحب المال، أو قد يكون عمل أحدهما أكثر من عمل الآخر، فكذلك لا بد أن يعطى مقدارا من المال مقابل هذا. فجاز التفاضل، جاز التفاضل في الربح، ولكن قلنا ماذا؟ لابد أن تكون الوضيعة على مقدار رأس المالين. فالأصل أحبابنا، الأصل أن ربح ما لم يضمن لا يصح. وقال الشافعي رحمه الله لا تصح شركة الصنائع، وهو إحدى الروايتين عن زفر. وقال مالك وهو رواية عن زفر لا يجوز اشتراك مختلفي الصنعة، ولا اشتراك متفقيهما في مكانين. يعني يشترط عند زفر شرطان، أول شيء الاتفاق، في هذه الرواية الثانية
الشرط الأول الاتفاق في الصنعة، الشرط الثاني الاتفاق في المكان، أن يكون في مكان واحد. قال ولزم كلا من الشريكين عمل قبله أحدهما، لأن كل واحد متقبل لنفسه أصالة ولشريكه وكالة، ويطالب أي كل منهما الأجر الذي لم يتقبل. يعني أنا وأنت الآن كما سواء كنا متفقين في الصنعة أو مختلفين، جاء إنسان أنا خياط وأنت كما قلنا مثلا حداد، جاء إلي إنسان وطلب مني صناعة باب، أنا الخياط على مواصفات معينة، فأخذت قبلت منه هذا الأمر، فأنت شريكي ملزم به. بعد أن أتممت أنت العمل الذي تقبلته، أنا الذي تقبلت العمل ولكن أنت الذي عملته، أنت شريكي، لك أن تطالب بالأجر. ولهذا الذي عقد العقد معي أنا له أن يطالبك، أنت الذي لم تعقد العقد معه له أن يطالبك كذلك بتسليم المعقود عليه. لذلك قال ويطالب أي كل منهما الأجر، يعني بالأجر، يطالب بالأجر الذي لم يتقبل. ويصح الدفع أي دفع الأجرة إليه، أي إلى الآخر. قال والكسب بينهما على ما شرطه، وإن عمل أحدهما، والكسب بينهما على ما شرط، وإن عمل فقط أحدهما واحد يعني، أما الذي عمل فظاهر، يعني ظاهر لماذا يأخذ نصف المال، وأما الذي لم يعمل فلأنه لما لزمه العمل بالتقبل وكان ضامنا لهذا العمل استحق الأجر بالضمان ولزم العمل. يعني وإن لم يعمل له أن يأخذ يعني الأجر المتفق عليه، وإن لم يعمل له أن يأخذ الأجر المتفق عليه. شركة الوجوه، وهذه الآن كذلك من شركة الوجوه، من شركة الأموال. قال والوجه الرابع، يعني النوع الرابع من أوجه شركة العقد، كما قلنا قبل قليل الشركة نوعان، شركة عقد وشركة ملك. شركة الوجوه وهي تسمى كذلك هذه بشركة المفاليس، نعم، أضيفت هذه الشركة إلى الوجوه لأنها يعني لأن الإنسان عندما لا يكون عنده مال أن هذا يلتجأ إلى هذا النوع من الشركة، كما قلنا هذه شركة المفاليس يلتجأ إليها عندما لا يكون لدى الإنسان مال. يعني أنا وأنت الآن ما عندنا فلوس، ولكن أنت معروف في المنطقة الفلانية والناس تثق بك، لك وجاهة عندهم، وأنا كذلك معروف في المنطقة الفلانية وكذلك يثقون بي ولي وجاهة عندهما، فأتفق أنا وأنت، أنا أخذ من السوق الفلاني بضاعة بوجاهتي، يعني الضمان هو مكانة ثقتهم بي، وأنت تأخذ من المكان الآخر، ونبيع أنا وأنت ونقتسم بعد ذلك الأرباح. ما الحكم؟ جاز هذا. وسميت هذه شركة الوجوه لأن الإنسان يشتري، يبذل فيها ماء وجهه ويأخذ أموال الناس، يعني بالقرض والاستدانة وغير ذلك. قال شركة الوجوه وهي أن يشتركا بلا مال ليشتريا بوجوههما ويبيعا، وما ربحاه يكون بينهما،
وما ربحاه يكون بينهما. وسميت به، سميت شركة الوجوه، لأنها إنما يشتري بها من له وجه عند الناس، يعني مكانة الناس يثقون به معروف. وهي جائزة عندنا باعتبار ما فيها من الوكالة، يعني كأني أنا أوكلك أن تشتري وتبيع، وأنت توكلني بأن أشتري وأبيع. إذا وهي جائزة عندنا باعتبار ما فيها من الوكالة، فإن توكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء على أن يكون المشترى بينهما نصفين أو ثلاثا حسب الاتفاق، حسب الاتفاق، ما أشتريه أنا يكون بيني وبينك أثلاثا، ثلثا، ثلثاه لي وثلثه لك، وما تشتريه أنت كذلك أثلاثا أو نصفان مناصفة حسب الاتفاق، حسب الاتفاق. قال صحيح، فكذا الشرط الذي يتضمن هذه الوكالة. إلى قال فتصح شركة الوجوه مفاوضة، تصح شركة الوجوه مفاوضة إذا نصا على المفاوضة. وذكرنا في الدرس السابق أن المفاوضة لا تصح إلا بلفظ المفاوضة أو إذا بين كل واحد منهما مقتضاها، مقتضى المفاوضة. قال فتصح شركة الوجوه مفاوضة إذا نصا على المفاوضة واجتمعت فيها شرائطها. ومطلقها عنان، مطلق إذا عقدت أنا وأنت شركة الوجوه بدون أن نذكر أي ضوابط أي شيء، فهي تكون إيش؟ تنعقد عنانا، تنعقد عنانا. يعني إيش عنانا؟ يعني على الوكالة، على الوكالة وليست على الكفالة، لأن العنان معتاد بين الناس، والمطلق ينصرف إلى المعتاد والمتعارف، وكل منهما وكيل للآخر فيما يشتريه. لأنه كما تعلمون التصرف على الآخرين، التصرف على الآخرين لا يجوز إلا، لا يجوز إلا بواحد من أمرين، إما بالوكالة، بالوكالة منه، أو بالولاية عليه، وهنا الولاية معدومة، فبقيت الوكالة، بقيت الوكالة. قال وكل منهما وكيل للآخر فيما يشتريه. قيل لا حاجة إلى هذا، لأن هذه الشركة إما مفاوضة وإما عنان، وقد تبين أن كل منهما في ذلك وكيل آخر، وإذا كانت مفاوضة كان كل منهما كفيلا للآخر أيضا، كما تقدم معنا في درس سابق أن المفاوضة تنعقد على الكفالة والوكالة. قال فإن شرطا مناصفة المشترى، شرطا مناصفة المشترى بينهما أو مثالثته فالربح كذلك. اشترينا مثلا بقماش، اتفقت أنا وأنت الذي تشتريه أنت بوجهك ثلثاه لك وثلثه لي، فكذلك الأرباح تكون كذلك، الأرباح تكون كذلك وفق هذا الاتفاق. هنا قال فإن شرطا مناصفة، مناصفة المشترى بينهما أو مثالثته فالربح كذلك، أن يكون بينهما مناصفة في صورة مناصفة المشترى ومثالثة في صورة مثالثة المشترى. قال وشرط الفضل في الربح باطل، وشرط الفضل في الربح باطل، معناه أنه لا يصح، لا يصح التفاضل في الربح مع التساوي في الملك، لا يصح التفاضل في الربح مع التساوي في الملك. يعني اشتريت أنت واتفقنا أن ما تشتريه بيني وبينك مناصفة،
ثم اتفقنا بعد ذلك أن الأرباح مثالثة، أنت لك الثلثان الذي اشتريت وأنا لي الثلث، ولكن هو مناصفة بيني وبين، قال لا يصح هذا، لا يصح التفاضل في الربح مع التساوي في الملك، لا يصح التساوي التفاضل في الربح مع التساوي في الملك. قال وشرط الفضل في الربح في هذا المسألة في مشاركة الوجوه كما قلنا، لأن التفاضل في الربح في العنان قلنا جائز، وشرط الفضل في الربح باطل، أي إذا شرط أن تكون حصة ربح أحدهما زائدة على قدر ملكه فهذا الشرط باطل، فهذا الشرط باطل. فإذا كان هذا الشرط باطل يكون الربح على قدر ماذا؟ على قدر ضمانهما، يكون الربح على قدر ضمانهما، يعني أن الضمان كما قلنا ما اشترى هو، هو اشترى هذه البضاعة مناصفة، اشتريتها نصفها لي ونصفها لك، النصف الذي اشتريته لك هذا بالوكالة، والذي اشتريته نفسي بالأصالة، نعم، فيكون ربحك أنت وربحي مناصفة، نعم مناصفة. طيب فإذا اتفقنا أن يكون مثلثا قد يبطل هذا الشرط، ويكون الربح مقابل الضمان، أنك أنت تضمن النصف الذي اشتريته لك عن طريق الوكالة، فيكون ربحك مقابل لما تضمنه وهو نصف هذه البضاعة. قال فإن الربح يكون على قدر الملك في المشترى، فكان الزائد عليه ربح ما لم يضمن وهو غير جائز، وإنما جاز في العنان ذلك التفاضل في الأرباح باعتبار جواز زيادة العمل من أحدهما كما ذكرنا، وهذا الاعتبار إنما يجوز إذا كان المال معلوما، رأس مال الشركة الآن المال معلوم كما في المضاربة والعنان، وهنا ليس كذلك، رأس المال غير معلوم، اذهب واشتري بضاعة فغير معلوم رأس المال، هل البضاعة التي سأشتريها بمئة بمئتين بعشرة بخمسين، غير معلوم رأس المال. قال ولا تصح، شرع الآن في الحديث عن الشركة الفاسدة، عن الشركة الفاسدة، قال ولا تصح الشركة في أخذ المباحات، قلنا شركة الأعمال، شركة الأعمال نوعان، شركة جائزة وهي شركة الصنائع مرت معنا، وشركة فاسدة وهي الشركة في المباحات، هذه شركة فاسدة وإن عقدت يعني. كيف؟ قال ولا تصح الشركة في أخذ المباحات، أنا وأنت خرجت إلى الغابة وقلت لك تعال اشترك أنا وأنت بالاحتطاب، ما احتطبه أنا وأنت نبيعه ونقتسم ثمنه مناصفة، قال لا يصح هذا، هذا لا تصح هذه الشركة لأنها شركة في المباحات، ما أجمعه أنا ملكي ملك لي وما تجمعه أنت ملك لك. إذن ولا تصح الشركة في أخذ المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء واجتناء الثمار من الجبال والبوادي، واجتناء الثمار من الجبال والبوادي، وأخذ جواهر المعادن، وأخذ الجص والملح من المواضع المباحة، والتقاط السنبلة ونحوها، لأن الشركة تتضمن الوكالة، الشركة تتضمن الوكالة، يعني عندما أكون أنا وأنت شركاء في الاحتطاب يتضمن ذلك أنا أن أوكلك أن تحتطب عوضا عني، وأن توكلني بأن أحتطب عوضا عنك، تحتطب عوضا عني لأملكه أنا. طب ولكن أنا الوكيل إن احتطبت ملكته لأن هذا مباح، والمباح ملك من تسبق يده إليه، من سبق إلى مباح فقد ملكه، فلا تصح هنا الوكالة،
لا تصح الوكالة هنا. نعم. فلذلك ما قبضه كل منهما هو ملكه ولا تنعقد الشركة فيه، هو ملكه ولا تنعقد الشركة فيه. الله. قال: لأن الشركة تتضمن الوكالة والوكيل يملكه بالأخذ بدون أمره، فلا يصح نائبا عنه. أما في الأصل، الوكيل لا يملك التصرف إلا بالإذن، إلا بإذن الموكل. وهنا الوكيل يملك التصرف بدون إذن الموكل. أنا أملك أن أقوم بقطع باحتشاش الحشيش، أنا أملك ذلك. وقال مالك وأحمد: تصح لأنها شركة الأبدان، ولما روى أبو داود عن ابن مسعود أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، فاشترك فأشرك بيننا النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أن الغنائم مشتركة بين الغانمين، فلا يصح اختصاص أحد بسبب الشركة فيها. وتشريك النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود وصاحبيه في الأسيرين يحتمل أن يكون بإزاء نصيبهم من الغنيمة، بإزاء مقابل نصيبهم من الغنيمة، لا لعقد الشركة التي وقعت بينهم. وقيل غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فله أن يدفعها إلى من شاء، فيحتمل أن يكون دفع الأسيرين أو دفع الأسيرين لهم لذلك، لكونها يعني إيش؟ لكون الغنائم كلها ملكان للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخصت المباحات إذا لم تصح الشركة فيها بمن أخذها، يعني من أخذها ملكها، لوجود سبب الاستحقاق منه. ونصفت إن أخذاها معا، نصفت لاستوائهما في سبب الاستحقاق. قال: وللمعين وليس للمعين، وللمعين خبر مقدم، وللمعين إن اشتركا في الاحتطاب، أنا وأنت اشتركنا في الاحتطاب، فالحطب هذا كله لمن احتطبه. أما الثاني الذي على أساس هو شريك لي، هو أعانني على هذا الاحتطاب، فله أجرة مثله، قال: وللمعين إن اشتركا في الاحتطاب منه على أن يقطع أحدهما ويجمع الآخر، وصاحب العدة إن اشتركا في الاستقاء، يعني أنا عندي مثلا الدابة وعندي الإناء وعندي الوعاء وعندي الرشاء الحبل وعندي كل أدوات السقاية، الاستقاء إحضار الماء، وأنت الآن تعينني على ذلك، فالماء الحاصل هو لي، الماء الحاصل لي وليس شركة. قال: وللمعين وصاحب العدة إن اشتركا في الاستقاء على أن العمل من أحدهما والدابة والراوية من الآخر. انتبهوا، أحدهما يستقي والأدوات من شخص آخر، ما الحكم؟ قال: لا، له أجرة المثل، يكون الماء لمن استقاه، يكون الماء لمن أخرجه، ويعطي الآخر أجرة الدابة والراوية، أجرة الدابة والراوية.
كما يفعل بعض الناس في هذه الأيام، وهذا خطأ واضح، يعني خطأ بين ولكن الناس تجهله. أنا عندي مثلا دكان وعندي بضائع، آتي بإنسان فأقول له تعال اجلس هنا عندي في هذه الدكان، اجلس عندي في هذه الدكان وبع لي هذه البضائع، وما تحصله الأرباح بيني وبينك مناصفة، بيني وبينك مناصفة الأرباح. ما الحكم؟ لا تصح هذه الشركة. لا يقول هذه مضاربة، لا هذه ليست مضاربة. المضاربة أن تعطيه المال وهو يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، فهذه ليست مضاربة. طب ماذا نفعل الآن؟ كنا نفعل تعطيه هو، تأخذ الأرباح كلها كاملة لك ويعطى هذا أجر المثل. كذلك أنا عندي سيارة عربية، عندي سيارة عربية، آتي بإنسان يعمل عليها وأقول له في آخر النهار أن الأرباح مناصفة، كل ما تحصله من المال نصف لي ونصفه لك. ما الحكم؟ هذا لا يصح. ماذا نفعل؟ تأخذ الأرباح الناتج الريع كله لصاحب العربية، كله لصاحب العربية، ويعطى الذي عمل على هذه العربية، أو كل الأرباح المال كله هذا للذي كان يسوق ويعمل، ويعطي صاحب الذي يعمل، يعطي صاحب العربية أجرة هذه العربية. يعني لو أردنا أن نستأجر هذه السيارة في اليوم كم أجرتها؟ مثلا 100 درهم، أعطيه 100 درهم وباقي المال كله للذي كان يعمل عليها طيلة النهار. المهم أنا الشيخ يسأل، معنى راوية؟ الراوية هي الدابة والراوية. الراوية هي بالأصل الدابة التي يستقى بسبب بها، يعني يؤتى عندنا بئر وتربط، كانوا في الماضي يأتوا بناقة تغطى عيناها ويوضع على فوهة البئر إطار إن صح التعبير من خشب، وهذا الإطار يعني تدور به هذه الناقة، وهناك سلسلة مثلا موجودة في البئر، كلما دار الإطار يخرج الماء من البئر ضمن يعني طريقة ما يفعلونها، فهذه الناقة التي تدور تسمى راوية. والدابة التي يحمل عليها الماء، ينقل عليها الماء. فإذا يعطى صاحب العدة، صاحب العدة، نعم، يعطى ماذا؟ أجر المثل. لذلك قال وللمعين أجر المثل، هو المبتدأ، هو المبتدأ الخبر، المبتدأ وللمعين الجار المجرور خبر. قال ولا يزاد على نصف القيمة عند أبي حنيفة، لأنه رضي به. لرضاه بنصف المسمى، كما لا يزاد على المسمى في الإجارة الفاسدة، خلافا لمحمد فإنه قال لا بد من أجر المثل، لأن المسمى، يعني الإمام محمد قال أجر المثل مطلقا، أجر المثل مطلقا سواء كان بمقدار النصف أو زاد على النصف، لأن المسمى مجهول والرضا بالمجهول لغو فيسقط، وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فيكون له أجر مثله بالغا ما بلغ. قال والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال، الربح في الشركة الفاسدة على قدر المال، وإن شرط الفضل. يعني في الشركة الفاسدة إنسان مثلا ألف لأحدهما مع 2000 لآخر، وكانت الشركة فاسدة، فماذا نفعل بالأرباح؟ تقسم على قدر رأس المال ثلث بثلثين. قال لأن الربح تبع للمال فيقدر بقدره.
قال وتبطل الشركة بالموت. تبطل الشركة يعني شركة العقد، أما شركة الملك لا تبطل بالموت. أنا وأنت اشترينا هذه الدكان، مات أحدهما، تبقى الشركة قائمة مع الورثة، تبقى ينتقل الملك الآن إلى الورثة، فلا تبطل شركة الملك بالموت. قالوا تبطل الشركة بالموت يعني شركة العقد بأنواعها، والجنون كذلك إذا جن أحد الشريكين، واللحاق بدار الحرب مرتدا، واللحاق بدار الحرب مرتدا، لأن اللحاق بدار الحرب مرتدا كما أظن مر معنا هو بمنزلة الموت، هو بمنزلة الموت في أحكام الإسلام، عندما يرتد الإنسان ويلحق بدار الحرب يحكم عليه كأنه أترى ويقضى بلحاقه ويحكم القاضي بلحاقه، فهو بمنزلة الموت، هو بمنزلة الموت، فتفسد الشركة وتبطل الوكالة، ومر معنا هذا. قال لأن الشركة تقتضي الوكالة، وهي أي الوكالة تبطل بكل من هذه الأمور، وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة، إذ لا بد لها منها، لا بد للشركة من الوكالة، وسواء علم الشريك بموت صاحبه أو لا فتبطل الشركة. الآن هل يجوز لي أنا وأنت شركاء أن تخرج زكاة مالي دون أن أوكلك بذلك أو ليس لك هذا؟ قال الشيخ ولم يزكي أحدهما مال الآخر إلا بإذنه، لأن كل واحد منهما ليس بنائب عن صاحبه في الزكاة بل في التجارة فقط، وأداء الزكاة ليس منها، تكون أنت فضوليا في هذا الأمر، فإن أذن كل لصاحبه بأن يؤدي الزكاة عنه فأديا، أذن كل واحد منهما أن يؤدي الزكاة عن مال صاحبه فأديا ولاء على التوالي، أنا وكلتني أنت أن أخرج زكاة مالك فأخرجت زكاة المال عنك وأنت أخرجت زكاة مالك. قال فإن أديا ولاء على التوالي ضمن الثاني للأول، ضمن الثاني للأول، عند أبي حنيفة، ضمن الثاني للأول عند أبي حنيفة، علم بأداء الأول أو لا ضمن الثاني، يعني أعطيك أوضح المسألة الآن، أنا وكلتك أن تخرج زكاة المال، زكاة مالي، فأخرجت أنا بعد أن وكلتك أن تخرج زكاة مالي، أخرجت زكاة مالي أنا بنفسي، فبعد يومين أو ثلاث التقيت بك فقلت لك أنت هل أخرجت زكاة المال مالي؟ فقلت لي نعم أخرجت زكاة مالي، قلت إن لله وإنا إليه راجعون، ولقد أخرجت الزكاة أنا بنفسي، متى أخرجت الزكاة؟ تقول لي أخرجت زكاة المال يوم الاثنين، أقول لك أنا أخرجتها يوم السبت، فيضمن من أخرج يوم السبت لمن أخرج يوم الاثنين لمن أخرج يوم السبت. ليه؟ لأنه لما تبين بذلك، أنا لما وكلتك أن تخرج لي زكاة المال، فلما أخرجت يوم الاثنين أنت لم تخرج لي زكاة المال، زكاة المال كنت أنا قد أخرجتها، فتكون قد أخرجت غير المأمور بإخراجه، تكون قد أخرجت غير المأمور بإخراجه، فلم يقع زكاة، فتكون أنت مخالفا في هذا الأمر، لذلك تضمن هذا المال الذي أخرجته. ليه؟ أن أنا أمرتك بإخراج الزكاة والزكاة قد أخرجتها أنا. قال فإن أذن كل فأديا ولاء، ضمن الثاني للأول عند أبي حنيفة، علم بأداء الأول أو لا، وعندهما إن علم بأداء صاحبه ضمن وإلا لا، كما أشار في كتاب الزكاة. وفي الزيادة عندهما لا يضمن علم بأداء شريكه أم لا، وهو الصحيح عندهما. وإن أديا معا
ضمن كل قسط غيره، يعني إن أديا وإن أديا معا، أدينا الزكاة زكاة المال معا، ضمن كل قسط غيره علم أو لم يعلم عند أبي حنيفة، وعندهما لا يضمن إن لم يعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الله. قال المضاربة، نقرأ شيئا من المضاربة. قال هي لغة مفاعلة من الضرب في الأرض بمعنى السير فيها. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يسافرون للتجارة ونحوها. سمي بها لأن العامل فيها يسير في الأرض غالبا لطلب الربح، ولأن المضارب يستحق الربح. الربح، كلمة الربح هي ليست من المتن، هذه ينبغي أن تكون خارج القوس. يستحق الربح، فأخرجوها من القوسين إذا كان عندكم في النسخة بين قوسين. قال ولأن المضارب يستحق الربح لسعيه وعمله، فهو شريك في الربح، ورأس ماله الضرب في الأرض والتصرف. وأهل المدينة يسمون هذا العقد مقارضة من القرض بمعنى القطع، فصاحب المال قطع قدرا من ماله عن تصرفه، وجعل التصرف فيه إلى العامل بهذا العقد فسمي به، فسمي مقارضة. قال وشرعا عقد شركة هو يحتاج إلى إيجاب وقبول، أنه عقد كسائر العقود. عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل، انتبه، بمال من رجل وعمل من آخر، وعمل من آخر، نعم انتبه كيف قياد، قال وعمل من آخر، يعني قيد بقوله وعمل من آخر، لأنه لو اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب، قال تفسد شركة المضاربة، لأن في المضاربة يكون العمل خاصا بالمضارب فقط وعمل من آخر. قال وهي مشروعة بإطلاق الآية، لأن سفر الإنسان للتجارة قد يكون بمال نفسه وقد يكون بمال غيره، ولأن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف، ومنهم من هو بالعكس، فشرعت المضاربة لانتظام مصالح الناس، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بها فأقرهم عليها. وبالسنة، وهي ما روى ابن ماجة مرفوعا، ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة التي هي المضاربة، وخلط البر بالشعير، طبعا في البيت وليس في المتجر في البيع، وخلط البر بالشعير. قال للبيت لا للبيع، خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، لو كان للبيع كان غشا. قالوا لعمل الصحابة بالمضاربة، وهو ما روى مالك في الموطأ أن عبد الله وعبيد الله بني عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما خرجا إلى العراق، فأعطاهما أبو موسى الأشعري من مال الله على أن يبتاعا به متاعا ويبيعاه بالمدينة ويؤديا رأس المال لأمير المؤمنين والربح لهما، وهذا مسموح لولي الأمر أن يفعله، يعطي إنسان مال ويقول له خذ هذا المال بيع واشتري إلى آخره واربح، ثم أرجع رأس المال إلى بيت مال المسلمين، هذا ما لا إشكال فيه، جائز. فلما قدم المدينة ربحا، فقال عمر أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما، أعطى كل الناس أم أعطاكما فقط أنتما؟
فقال لا، أعطانا فقط بس نحن أبناء أمير المؤمنين. فقال ابناء أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه. إذا الموضوع مو تمام لأنكما أبناء أمير المؤمنين أديا المال وربحه. فراجعه عبيد الله وقال ما ينبغي هذا يا أمير المؤمنين، ما ينبغي هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه. فقال لعمر بعض جلسائه لو جعلته قراضا مضارب يعني، فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأعطاهما النصف. هكذا كان سيدنا عمر رضي الله تعالى مع أبنائه. ما فهمت الحديث آخر الحديث ثلاث بهن البركة لآخر للبيت لا للبيع، للبيت لا للبيع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ثلاث فيهن البركة، يعني يجعل الله فيهن بركة. البيع إلى أجل، أن تبيع الناس إلى أجل. أنت الآن تريد أن تشتري هذا القلم وأنت ليس معك ثمنه، لا تملك ثمنه، فأنا أبيعك هذا القلم وتعطيني ثمنه بعد يومين بعد جمعة بعد شهر، هذا فيه بركة، يعني أن أكون بذلك أنا قد فرجت كربتك. والمقارضة التي هي المضاربة فيها بركة كثير. وخلط البر القمح بالشعير، آتي بالقمح والشعير أخلطهما بعضهما ببعض، واضح، وأقوم بطحنهما والعجن بهما. قال هذا إذا كنت تريد أن تفعله لبيتك لأهل البيت، لا في السوق لتبيعه فيكون غشا. هذا معنى للبيت، يعني تستعمله في بيتك. فهمت؟ نعم الحمد لله، شكرا الحمد لله الحمد لله. قال في المبسوط والمعرفة للبيهقي أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة وكان يعمل به في العراق، وأن عثمان أعطى مالا مقارضة، وأن ابن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة، وأن العباس كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن. فرفع الشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، لكن ضعفه البيهقي بسنده، وفيه وفي الدار قطني بسند صحيح أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفع مالا مضاربة شرط مثل هذا، وتنعقد المضاربة بقوله دفعت هذا المال إليك مضاربة أو مقارضة أو معاملة، لأنه صريحها، صريح المضاربة، أو خذه واعمل به على أن لك نصف الربح، لأنه بمعناه بمعنى المضاربة. ثم شرع في بيان حكم المضاربة فقال وهي إيداع أولا وتوكيل عند عمله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.